بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الأول من المحاضرة الثانية بالمحور الثالث. في هذا الفيديو سنتطرق إلى statically indeterminate. بداية، في عندنا ما يسمى بالstatically determinate and statically indeterminate. في هذا المثال اللي معنا هو statically determination. When a bar is supported at one end and subjected to an axial force P at the other end as shown in figure A, there is only one unknown reaction force FA. ردة الفعل الوحيدة اللي معنا هي FA. By using the equations of statics, the unknown reaction can be easily determined. لما نشتغل بسيجما F تساوي صفر، بكل سهولة ممكن نعرف قيمة FA ما دامت P معطى. So such a system with the same number of unknown reactions as equations of statics is called statically determinate. That means known reactions can be determined strictly from equilibrium equations. المعنى هنا انه عدد المعادلات يساوي عدد الانونس، وفي هذه الحالة من الممكن حساب كل الانونس. هذا يسمى statically determinate. الحالة الثانية لما يكون البار fixed من الجهتين both. طبعا ال P معطى، الفورس P معطى، مطلوب منا حساب الرياكشنز FB و FA، مع انه العلم انه كل المعطيات هنا معروفة في المقاسات. هذا يسمى statically indeterminate. ليش؟ لانه معانا معادلة واحدة للقوى من الconditions of equilibrium، ناتجها هو FA زائد FB يساوي P. هذه معادلة واحدة، والunknowns فعدد المعادلات هنا أقل من عدد الأنونس، وبالتالي هذا سيستم لا يمكن حله. This equation cannot be solved if do not introduce more than other conditions. لابد من إضافة معطيات ثانية حتى نتحصل على معادلة إضافية على حسب عدد الأنونس. If the system has more unknown forces than equations of static, it is called statically indeterminate. لو عدد الأنونس أكبر من عدد المعادلات، هذا يسمى statically indeterminate. لا يمكن حل هذه المسألة إلا بإضافة معطيات جديدة التي نستخرج منها معادلة إضافية حتى نتمكن من حساب الأنونس.